أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات طاقة أمل. والنهاردة يومنا مميز جدا، هيكون عن الطب البديل اللي هو أصلا مش واخد حقه. بس قبل ما تطرق في موضوع الطب البديل، برحب بزميلتي العزيزة أمل فكري. أهلا بك يا أمل. أهلا بك يا سماح. مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، تحياتي ليكم. والنهاردة الحلقة مميزة وجديدة ومهمة لكل أفراد الأسرة، الحلقة مهمة لكل الأعمار وكل الطبقات، فابقوا معنا تابعونا. أكيد يا أمل، مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم، ويخرج من بطونها شراب مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس، صدق الله العظيم. هيكون معنا النهاردة في الطب البديل اللي هو العلاج بقرص النحل الدكتور الأستاذ الدكتور محمدي عبد الحميد، الباحث في علوم النحل والخبير في العلاج بمنتجات النحل. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك، نورت البرنامج. اهلا بيك. كنت لا، رغم ان احنا في ناس كتير ما تعرفش عن مش واخد حقه الطب البديل، اللي هو بالاخص اللي هو القرص النحل، العلاج بقرص النحل الطب البديل. كنت عايزه اعرف اكتر يعني ايه الطب البديل في الاول، وعايزه اعرف خصوصا في قرص النحل، العلاج في قرص النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحبه وعلى كل من تبعها بإحسان إلى يوم الدين. إذا جينا نتكلم عن الطب البديل، فيبقى بنقصد الطب اللي بدأ من أيام أبونا آدم، تمام، حتى اختراع الأدوية الكيميائية الحديثة. وهذه الفترة تمتد ربما إلى مئات الألاف من السنين، أو ربما تمتد إلى ملايين السنين، لأن طبعا ده هذا شيء يعلم ربنا، لأن علماء الأنثروبولوجي لما جم بيدوروا على بدء حياة الإنسان على وجه الأرض، وجدوا أن أقدم حفرية موجودة حتى الآن دي اكتشفوها في كينيا في بلد اسمها نياندرتال، تمام، وسموا صاحب الجمجمه دي انسان نياندرتال، وده كان من 100,000 سنه. يعني الطب البديل قديم. فهنا الطب البديل زي انا ما بقول دايما في حلقاتي، ان لما ربنا نزل سيدنا ادم على وجه الارض، نقل سيدنا ادم من حياه الملائكيه الى حياه البشريه، تمام، فبالتالي هيجري عليه ما هيجري على البشر هو واولاده، فكان لابد ان هو ربنا يعلمه الطب البديل، سبحان الله، او الطب التقليدي أو الطب الطبيعي اللي هو هيعالج به أولاده، واللي هو تعلمه من ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، حتى تم اكتشاف البنسلين وبدأت الأدوية الكيميائية في الظهور لعلاج الناس. هنا بنقول ده معناه إيه؟ معناه في نقطة مهمة جدا، إن علشان طب ياخد فترة مئات الألاف من السنين أو ملايين من السنين بيعالج الناس بيها ويصلوا إلى اختراع المواد الكيماوية من 300 سنة ونقول 500 سنة مثلا على الأكثر، وده ما حصلش، يعني ده معناها إن طب لا يمكن إن احنا نغفله، لازم ننتبه ليه، لازم ننميه، ولازم الطب الحديث ياخد باله من الطب دوت، تمام، ويحاول يطوره، يكون موازي، ويبقى فيه تعاون ما بين الاثنين، يكون موازي، لازم يكون الاثنين بيكملوا بعض، تمام. لان مثلا لو جينا نشوف، اتفضلي. انا بس انا عايزه اسال حضرتك في حاجه، ان احنا هنتكلم مش في الطب البديل عموما، احنا بنتكلم على تخصص حضرتك اللي هو النحل، فعايزين نعرف الاعجاز العلمي في هذه الحشره العظيمه. ما انا كنت هخش عليها. تمام. فهي يعني من ضمن الطب البديل العلاج بلسعات النحل وبمنتجات النحل، تمام، ومنها الحجامة ومنها الأعشاب والحاجات دي كلها، أنواع كتير من الطب البديل. الحاجات دي بقى لما نيجي للنحل، العلاج بالنحل، ونيجي للعلاج بالأشياء الأخرى في الطب البديل زي ما حضرتك بتقولي، أو الطب التقليدي أو الطب الطبيعي، نلقى الحاجات التانية مثل الأعشاب وغيرها، تمام، ليها مضاعفات جانبية، إنما عند النحل بتتلغي المضاعفات الجانبية، ولذلك دي السبب. عايز الفت النظر سريعا لحته مهمه جدا، اما ربنا يقول واوحى ربك الى النحل، يبقى معنى كلمه وحي
ومتوجه الخطاب فيه لسيدنا النبي، لأنه لما جه صلى الله عليه وسلم لما جه يوجه الخطاب لأم سيدنا موسى قال وأوحينا إلى أم موسى إنما دين أوحى ربك، فبينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيمة هذا الوحي إنه فيه فوائد كتير. فالأمر لازم نحط في اعتبارنا إن بدام فيه كلمة وحي الأمر خطير جدا وفوق طاقة البشر وفوق طاقة العقل البشري. اللي هو يا فندم الوحي عادة بينزل الأنبياء، يعني سيدنا إبراهيم، سيدنا محمد كان وحي، سيدنا يوسف، الأنبياء فقط اللي كان ربنا سبحانه وتعالى بيوحي لهم، ولكن لما ربنا سبحانه وتعالى يوحي لحشرة فهذا أمر جلال، أمر جلال. ولذلك حضرتك سبحان الله تشوفي ربنا سبحانه وتعالى ساعات يعمل حاجات مع الوحي ده تخلي العقل يطير. تمام. ولذلك بنقول ايه بقى، ربنا اكرمني ويعني يعني استحدثت عباره دي بتاعتي ما شاء الله، ان بنقول للعقل قف ايها العقل عند منتهك، قف وتامل ولا تتكلم حتى تتعلم، لان ده وحي الهي صحيح ملوش. ولذلك صحيح. تلاقي في المنتجات بتاعه النحل يحللوها كلها، منتجات النحل كلها، غذاء ملكي، عسل، شمع، حبوب لقاح، غيره، بروبليز، يلقوا فيه نسبة معينة من الوزن الذري بتاع الشيء ده لم يكتشفوها لسه، ما قدروش يحللوها، مش عارفين يسموها، مش عارفين بتتكون من ايه، وكأنه فدية الشفاء مع المكونات يعني كل جزء في النحلة، كل جزء مفيد. فيجي يقول وأوحى ربك إلى النحل، وبعدين يجي يقول ايه فسلوكي سبل ربك زولوا لا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس. وكان العلماء يفسروا فسلوكي سبل ربك زولوا لديها على إنها إيه، إنها تطير في كل الأماكن. لا، ده هنا اللي إحنا بقى ربنا أكرمنا بيه وألهمنا بيه، لا ده معناها إن سلوك فسلوكي تفيد السرعة. تمام. في الكلام فسلوكي سبل ربك زولوا، يعني معناها إن الرحيق اللي حتجيبه من الشجر وحبوب اللقاح اللي هتجيبه من الشجر والبروبوليز اللي هتعمله ده بتاكله ليه بقى؟ بقيمته الغذائيه العاليه، عشان هتنتج بيه ادويه هي من اعظم الادويه يعني للجنس البشري. يعني من العسل او من النحل ادويه. فسبحان الله العسل يروح بمنتجات حبوب اللقاح بعد هضمها. كنا عايزين نعرف. حاضر. تروح للغذاء الملكي، تروح لغدد الغذاء الملكي، تنتج غذاء ملكي، تروح لغدد السم النحل، تنتج سم النحل، تروح لغدد الشمع، تنتج شمع. كل الحاجات دي سبحان الله بتنتج من مادة من أعظم ما يكون اللي هي العسل وحبوب اللقاح اللي احنا بنعالج بيهم، وفي نفس الوقت يخرجوا من مسالك لا يعلمها إلا الله من بق النحلة، علشان نعمل منها أعظم أدوية، وهي أدوية آمنة تماما بنسبة 100%، وربنا يسألني عن ذلك إن كنت بكذب، وهذه الأدوية ليست لها مضاعفات على الجانبية على الإطلاق. إيه الأمراض اللي بتعالجها النحلة، قرص النحلة؟ فسبحان الله بقى أستكمل عشان أجيل الحتة بتاعت حضرتك دي. سبحان الله تجدي إن المواد اللي تخرج من بق النحلة ديت لو مادة واحدة بس زي الغذاء الملكي أو العسل أو الشمع، تمام، لا يمكن، أو سم النحل، لا يمكن أعظم مصنع للأدوية على وجه الأرض في أمريكا ينتجه. صحيح. سبحان الله. وحاولوا يحاكوا الحاجات دي ما قدروش. فتتعجبي بقى هنا إن وحي لحشرة عشان تنتج أعظم أدوية للبشر يتعالجوا بها اليوم القيامة، لعشان تتجلى آيته الكريمة في القرآن هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يعني هي بتعالج الأمراض كلها. سبحان الله. كل الأمراض ولا أمراض معينة؟ لا، كل الأمراض، بل حضيف لحضرتك حاجة مذهلة مذهلة، وأتمنى أن أنا أعيش حتى أرى اليوم اللي بيتعاون فيه الطب مع هذا العلم، وانا مستعد احط ابحاثي كلها تحت ايديهم. تمام. لانتاج ادويه شافيه واسعاد البشريه بهذه الامور. الدواء الكيماوي وهو على راسنا من فوق بيبقى ليه اعراض جانبيه، بيبقى ليه اعراض جانبيه اذا اتخذ معاه حاجات النحل بعد دراستها، عشان مثلا بيعالج قرحه معده، انا بقول لحضرتك اديها الحاجه بتاعتك. تمام. بتاع قرحه المعده، لكن اديها معاها الحاجه بتاعت النحل، مش اي حاجه بتاعت نحل، لا، حاجات معينه تخصص. قرحه المعده بتتعالج في خلال 3 شهور فقط. تمام.
تماما. لا يا فندم، حضرتك قلت على حاجه معينه، الكانسر. هل فعلا الكانسر ممكن النحل يعالجه او العسل؟ ايوه، لا النحل يعالج فعلا كانسر، ودي ابحاث معموله تمام. في الخارج كمان تمام، ولسه من 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 فتره بسيطه. احنا 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 بقالنا 20 سنه او اكتر من 20 سنه بنعالج السرطان. والسرطان كمان في نقطه مهمه جدا عشان تشوفي الحته اللي انا بقولت فيها تضافر العلاجين. السرطان اثناء ما الانسان بياخد كيماوي او اشعاعي، ربنا يحفظنا ويحفظك ويشفي كل مريض، بتجدي ان المناعه بتسقط طبيعي، ومكونات الدم بتتدهور، وخاصه كرات الدم البيضاء بالذات هي والصفائح الدمويه. اللي بيرفع هذا الكلام كله منتجات النحل. سبحان الله. يبقى اذا اصبحت ضروريه في ان اديها حتى كمكمل غذائي. الامر الاخطر عشان الفت نظر حضرتك للموضوع دوت عشان وقت البرنامج، ان بنقول ليه بتعالج جميع الامراض، بنقول انها بتعالج جميع الامراض لسبب مهم جدا، ان هي الوحيده على وجه الارض اللي تقوي جهاز المناعه وترفع مستوى يعني الى اعلى مستوياتها. يعني هي بتشتغل على جهاز المناعه. هي بتشتغل على جهاز المناعه، على جهاز المناعه تمام. فطبعا الجهاز المناعه طبعا لما بيتقوى، جهاز المناعه ده هو صحه الانسان بالزبط. هو وزاره الصحه داخل جسم الانسان، هو جميع التخصصات الطبيه داخل جسم الانسان. طب حتى بالنسبه للكورونا. طب انا لسه هقول لحضرتك، يعني جهاز مناعه يعني كورونا، يعني احنا هو فعلا برضو معالج للكورونا. ايوه معالج للكورونا طبعا. يعني هو برضو في من 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 العسل او نوع من العسل ممكن يعالج الكورونا. كل الناس اللي عندي اللي كانوا بياخدوا لسعات النحل بانتظام وكانوا بياخدوا المنتجات النحل، لم يصب واحد منهم، لم يصاب بكورونا، بل اللي كان عندهم وعالجناهم بالحاجات دي شوفوا بسرعة وعملوا تحليلات وجدوا المناعة بقت زي الفل، وأشخاصه موجودة وأشخاص في مراكز زي الفل. إمتى أقول مش هينفع معايا العقارات الطبية وعايزة بدلها العلاج بقرص النحل؟ إمتى حضرتك تقولي ده؟ إذا جم قالوا أصل ده مرض مناعي. تمام. شفتي بقى، بنرجعنا تاني لايه؟ لنقطه الجهاز المناعي. تمام. مثلا الروماتويد، نقص المناعه الذاتيه، الاورام، الحاجات المستعصيه كلها دلوقتي في الطب. تمام. حتى في الجلد، الزئبه الحمراء. يقولوا مرض مناعي. مرض مناعي يعني ايه؟ يعني هم ما قدروش يعالجوها. طيب ما هو ما دام مرض مناعي والطب ما فيهوش حاجات تعمل المرض تقوي يعني العسل تقوي المناعه، طب ما احنا ناخد من النحل ونقوي المناعه. ولذلك هم بيلجأوا في الامراض المستعصيه ديت ليه، وهي امراض كتير بس انا مش قادر احصرها علشان الوقت البرنامج. بيدوه حضرتك علشان لما صلى على سيدنا محمد بيروحوا مدين كورتيزون. ده لما هم لما بيجي الطب يتوقف عند حاجه بيدي الحق ودي الكورتيزون، والكورتيزون والكورتيزون ليه مخاطره السيئه جدا أكيد. على صحه الانسان. تعالي بقى شوفي النحل نفسه، ربنا سبحانه وتعالى جعل في السم بتاعها كورتيزون. عايز اعرف بس، ولذلك في ماده اسمها الهيالورونيدايز، ودي لو حبيتي نبقى نتكلم عنها. دي من ضمن الحاجات اللي بتعملها الماده دي ايه حضرتك؟ بتقوي وتنشط الغده الجركلويه او اللي هي بنقول عليها الكظريه، وتزود الادرينالين وتزود الكورتيزون. تمام. الكورتيزون الطبيعي ليس له مضاعفة جانبية واحدة ولو بنسبة 1 في المليون. اللي بيخاف من قرص النحل ما يستخدموش، يعني ما يتعاملش معه؟ لا. بيقول لك مش هيفيد، لو دي إشاعة الله أعلم ده صح ولا غلط، كنا عايزين نعرف المشاهد بكده. اللي بيخاف من قرص النحل، بس احنا بعيدنا بقى عن علاج الأمراض. اللي بيخاف من قرص النحل يطمئن ان لما يروح لمتخصص يشتغل معاه، اولا ما بيديلوش كميات كبيره. يعني انا مثلا احد زملائنا ودكتور كان بتاع عنايه مركزه، فكان بيقرص العيانين عنده لما بيقولوا في ركبتهم ولا انزلاق غضروفي ولا حاجه، فجاني البيت عشان يعرف مني انا بعمل ايه، لان انا كنت عالجت واحد جنب منهم مدير في شركه الالكترول عنده مركب مفصل وما بيقدرش يقف على رجله، والحمد لله بقى زي الفل. فجاي بيقول لي انت بتعمل ايه؟ قلت له انت بتدي في الركبه كام لسعه؟ قال لي بدي 8. قلت له والنتيجة؟ قال لي من 15 ل 20%. قلت له أنا بدي 2 والنتيجة 100%. ولذلك إحنا بنعمل الشكتين في الأماكن محددة، في أماكن محددة طبعا، أماكن محددة. ولذلك لازم اللي يكون
بيشتغل في الموضوع ده، دارس كويس الموضوع بتاعنا، عنده يقين بيه، ليه خبرة وتجربة، لأن ما فيش دراسات سابقة كان على الموضوع ده. تمام. الأمر الثاني ما اديش المريض كتير، ما هو أنا ما اديله كتير هيتعب، ولكن اديله اتنين بس، وقبل ما بيخرج من المركز بقول له اتفضل اطلع السلم، بيطلع السلم وينزل سلم. طب أنا عايز أسأل حاجة لحاجة يا دكتور. اتفضل. احنا عايزين تجربة حضرتك الشخصية، الأمراض اللي حضرتك فعلا عالجتها وكان فعلا الشفاء نسبة الشفاء فيها 100%، الشخصية من حضرتك يعني. أنا عايزة على أمر واقع. شوفي حضرتك، احنا من ضمن الحاجات يعني اللي احنا قلناها دلوقتي في الحلقة، تمام، قلنا لما الطب بيتوقف عند أمراض معينة ما بيبقاش ليها دواء عنده، تمام، بيقول ايه أمراض منعية، وبيقول وبيدي بيحاول يقوي الجهاز المناعي. ربنا اختصر ده كله من الأول وراح قايل لنا ايه أول مناعة، إيه هو المناعة، ومعنى فيه شفاء للناس يعني المناعة. لأن أنا قلت لحضرتك المناعة هي الدكتور المتخصص في جميع الأمراض داخل جسم الإنسان، وهي الصيدلية الكاملة المتكاملة اللي بتعمل علاج لكل حاجة في جسم الإنسان. تعالي شوفي بقى حضرتك، سبحان الله العظيم، اللي لما بنقول الجهاز المناعي، طب بندي أدوية كيميائية؟ لا خالص. أنا بخترع أدوية؟ لا، ده عملنا تجارب ولقينا ان انسب حاجه للي عنده روماتويد بنديله غذاء ملكات بنسبه كذا، بنديله لسع كذب بالطريقه الفرعيه، بنديله صمغ نحل بنسبه كذا، فاصبحت فيه خبره لعلاج المرض ده. طيب بالنسبه للفيروسات، الفيروسات حضرتك اقوى حاجه لعلاج الفيروسات سم النحل والبروريز ومنتجات النحل. بل هقول لك على حاجة أخطر من ده كله، وأنا قلتها قبل كده في حلقات تانية، وهنرجع للحالات اللي أنا عالجتها. عملية الناس اللي بتشتغل في معامل النظائر المشعة واللي بيشتغلوا في الإشعاعات، يعني أخصائيين بتوع أشعة، بيتعرضوا إلى إشعاع. أقوى حاجة تحافظ على جسمهم من الإشعاع، تمام، الغذاء الملكي، سم النحل، البروبليس، منتجات النحل. اخر سؤال بس يا دكتور، الامر ودي تجربه اتعملت في امريكا. حاضر. تجربه اتعملت في امريكا وفي سان فرانسيسكو سنه 1985. انا عايز بس بحط ايد حضرتك على الحاجات المهمه قوي اللي تخلينا نتوقف وننتبه. اكيد ليها قيمه كبيره، فعلا كفايه ان هي مذكوره في القران. ولكن انا عايز اطمن المشاهد ان النحله دي في الاخر رغم ان هي مذكوره في القران الا ان هي حشره، يعني لو قرصت مريض هتنقل عدوى بطبيعه الحشرات ان هي بتنقل عدوات. فكنت عايزه اطمن المشاهد في الموضوع ده. حاضر. اكمل بس بتاعه سان فرانسيسكو دي، عملوا مجموعتين من الفئران، مجموعه حقنوها بسم النحل ومجموعه ما حقنوهاش، وعرضوها لاشعاع ذري لمده 24 ساعه، تمام، في سان فرانسيسكو، وعالم اسمه ميرازي اللي عملها. كانت النتيجه ايه؟ النتيجه اللي ما اتحقنوش بسم النحل خالص ماتوا كلهم 100%، تمام. اللي اتحقنوا بسم النحل عاش 80% ومات 20%. هنا عشان حضرتك بتقولي اللي بيخافوا من لسعة النحلة، احنا بنعملها بالظبط كأني انا حضرتك ماسكة دبوس ابرة وبتشكي حد نقل المرض يا فندم كده. ما انا لسه هقولها. بتشكي شكة واحدة كده، وبنروح شايلين الابرة منه. ليه بقى؟ لان الابرة ديت اللي تشك فيها معاها كيس سم، معاها عقدة عصبية، التلاتة بيشتغلوا العقدة العصبية عشان تعمل عملية ضخ لكيس السم وتنزل كل الكمية. هنا حضرتك الـ احنا بندي واحد على 20 من المادة اللي موجودة في كيس السم ده، فما تحرقوش قوي. الامر بالنسبة لحضرتك انها اللي هي نقل الامراض حضرتك من شخص للاخر، العلام الغيوب سبحانه وتعالى اللي اوحى وقدر، سبحان من قدر فهدى، عمل ايه؟ خلى النحلة وهي بتشك كده الإبرة بتاعتها لما تنزل فيها ضفرين بيتحشوا في الجلد من جوه ما تطلعش، سبحان الله. فبتتفتح بطنها وتموت النحلة بعد فترة، على حسب إصابتها، بعد ساعة، بعد اتنين، بعد يوم، على حسب الإصابة بتاعتها، فما بتتنقلش لحد تاني. فعشان كده حتى احنا لما بنيجي نشيل الإبرة بنشيلها. بشكرك جدا يا دكتور على وجودك معنا، والحلقة كانت مفيدة جدا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، ويا رب تكون نالت إعجابكم.
الله يبارك. تحياتي لكم إلى اللقاء، دمتم في أمان الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.